الإسلامي بألف خير. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق. أكد كمان رئيس الوزراء على ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على التوازن في الأسعار، ما يلبي طبعا احتياجات المواطنين في هذه السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. أشار كمان إلى معارض إن معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد هتساهم في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مختلفة ومناسبة لكافة الشرائح. وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، وأشار إلى أنه بيتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن. هذا الاجتماع أيضا تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسي لأهلا رمضان اللي بيأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي من كل عام بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من أثار التضخم على المواطنين في هذا الشهر المبارك. سيقام في الفترة من 25 فبراير لحتى 11 من مارس المعرض، هيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات بتتراوح من 15% ل30% كآلية من الدولة لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة وبشكل مناسب. هيكون معانا على التليفون، برحب بالأستاذة هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة. مساء الخير يا أستاذة هالة. أهلا، مساء الخير بحضرتك وعلى الشعب المصري، وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة. وعايزين نتكلم عن معرض أهلا رمضان، إمتى هيتم افتتاحه بشكل عام وخاصة في يعني محافظة الجيزة، وإلى مدى يعني لإمتى هيستمر المعرض؟ بإذن الله احنا ابتدينا دلوقتي إن شاء الله في افتتاح بإذن الله يوم الحد اللي جاي. معرض الطلبية، معرض أهالينا في شارع عثمان محرم الطلبية، وبإذن الله طبعا بالتوازي يعني إن شاء الله احتمال نفتح حوالي 5 الأسبوع الجاي. في واحد تاني في إمبابة والبدرشين وطلعة الزمر، وبإذن الله طبعا تباعا كده بقية القرى وبقية الإدارات على مستوى المحافظة إن شاء الله. هيكون في كم مقر للمعرض أو شادر للمعرض داخل محافظة الجيزة؟ يعني متهيألي مبدئيا ما يقلش عن 10 موزع على مختلف المناطق، على مختلف المناطق على مستوى المحافظه طبعا، بجانب طبعا السيارات المتنقله اللي بتجوب انحاء المحافظه. عندي فوق يمكن ما يقرب من 32 سياره فيها سلع تموينيه، وفيها طبعا جزء المعرض اهلا رمضان طبعا، وفي ضوء توجيهات معالي وزير التموين والتجاره الداخليه عمل ركن لمعرض اهلا رمضان على كافه المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة. واحنا عندنا ما يقرب من 60 مجمع تمويني، هيبقى كل مجمع في ركن المعرض اهلا رمضان ان شاء الله بنسبة خصم تتراوح من 25% ل30% ان شاء الله على السلع الاساسية. هل هيتم التنسيق لوضع ربما تسعير على السلع داخل المعرض، ولا هيتم ازاي التأكد من الاسعار الحقيقية بعد التخفيض والتزام العارضين بيها؟ لا ما طبعا احنا على مدار اليوم بيبقى في متابعه مستمره من الجهات المعنيه، من التموين ومباحث التموين والصحه، الكل بيشتغل في ضوء ان يضمن سلامه وتوفير السلع في الاسواق. طبعا انت عارفه حضرتك شهر رمضان كريم، فما ينفعش ان احنا نسيب الحاجه كده يعني. لازم يكون في متابعه ومراقبه من كل الجهات المعنيه ان شاء الله. بشكرك أستاذة هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، وهنتقل لوزارة أو محافظة القاهرة مع الأستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة. مساء الخير يا فندم. أستاذ ناصر. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بألف خير. تفاصيل يعني مبادرة أهلا رمضان والمعارض بتاعتها داخل محافظة القاهرة. أولا تحياتي لحضرتك ومستمعينك الكرام. يمكن منذ ساعات قليلة كان اجتماع معالي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طبعا الاستعدادات لشهر رمضان المعظم كل سنة وحضرتك طيبين ومشاهدينك الكرام. يمكن استعدت محافظة القاهرة استعدادات غير مسبوقة السنة دي
لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الثلاث، طبعا في عندنا العديد من ان شاء الله من المعارض، يمكن في المعرض الرئيسي اللي هو موجود ان شاء الله في مدينه نصر في ارض المعارض، ايضا ان شاء الله حضرتك طبقا لتوجيهات معالي الاستاذ الدكتور وزير التموين بانشاء ثلاث معارض في القاهره في كافه المحافظات يعني، فان شاء الله محافظه القاهره هيكون فيها ما يقرب من طبعا المعرض الرئيسي بالاضافه الى اربع معارض اخريات زي ميدان باب الشعريه وميدان الاميريه وميدان السلام. عايز اقول لحضرتك يمكن طبعا استعدادات ان شاء الله من خلال الشركه العامه لتجاره الجمله اللي بتوفر العديد من السلع الغذائيه زي السكر والزيت والرز والمكرونه والشاي، ودي طبعا باسعار تنافسيه بالاضافه للحوم المجمده والطازجه، وبالتالي كمان يمكن لاول مره في القاهره هيخش معانا طبعا وزاره الزراعه ومنتجات وزاره الزراعه في معارض اهل رمضان، وبالتالي اضافه جديده بتضاف لمحافظه القاهره للمستهلك. كمان في العديد من المعارض والشوادر المقامه في محافظه القاهره لتلبي احتياجات المستهلك البسيط بالاضافه الى المنافذ النيل والمنافذ طبعا الشركه العامه لتجاره الجمله، وبالتالي هناك العديد من المنافذ التسويقيه كمان المتنقله اللي بتلبي احتياجات المستهلك القاهري، وبالتالي كمان بالاضافه ان احنا كمان يمكن في تنسيق تام ما بين الغرفه التجاريه بمحافظه القاهره ومديريه التموين والتجاره الداخليه في محافظه القاهره، كمان ده عشان خاطر توفير الاتاحه من خلال التجار اللي هيكونوا موجودين معانا من خلال المعارض، فسواء كانوا ثلاث معارض رئيسيين او الشوادر المقامه في الاماكن الاكثر كثافه للمناطق البديل للعشوائيات او الموادين العامه. عدد الشوادر الغير رئيسيه هيصل لكام في محافظه القاهره من المفترض؟ والله يعني الحمد لله يمكن احنا في بالاضافه كمان ثلاث شوادر هناك في العديد، يمكن حاليا دلوقتي في اكثر من اماكن زي يمكن ما تزيد عن 10 او 12 شادر في محافظه القاهره ان شاء الله. طبعا بالاضافه كمان هيكون في المعارض الرئيسيه اللي موجود فيها طبعا توفير كافه السلع من خلال الشركات الموجوده بالاضافه كمان للتجار العارضين، دي هيوفروا كافه السلع بالاضافه كمان الشركه العامه اللي هتوفر يكون لها جناح خاص هتوفر فيه كافه السلع الاساسيه زي السكر والزيت. ده طبعا بالاضافه كمان لمبادره كلنا واحد اللي هتكون مستمره معانا في خلال شهر رمضان. ايضا بشكرك استاذ ناصر ثابت وكيل وزاره التموين بالقاهره على كل الايضاحات والتفاصيل. طيب اليوم ايضا وافق مجلس الوزراء